احنا اليوم في الدوره الاستثنائيه ديال مجلس مدينه الدار البيضاء من اجل مراجعه الميزانيه، واللي جاء في اثرها رساله من السيد الوالي كيطالب مراجعه مجموعه من البنود، واللي فيها ما هو في وجهه نظرنا ما هو تقني وما هو سياسي. فالسيد الوالي نبه ان المكتب المسير لم يلتزم بالقيمه الماليه المحدده ديال الضريبه واللي هي 22 مليار عوض 34 مليار، كذلك ما صادقش على الميزانيه من طرف القابض، وهذه اخطاء كنعتبروها جسيمه اللي ما يديرهاش مبتدئ في العمل السياسي. ولكن في نفس الوقت من الجانب السياسي كيطرح سؤال كبير، لماذا الرساله ديال السيد الوالي او الرساله ديال الداخليه اللي هي جات مؤرخه ب 11/10 وما وصلت حتى المكتب الى يوم 17/10؟ هذا كيطرح سؤال، واش كاين تواصل؟ واش كاين اشكال؟ وهذا هو اللي اعضاء المكتب المسير ما عندهمش الجراه الى يوم من هذا باش يعبروا على وجه وباش يدافعوا، لان احنا مع كل واحد يحترم السلطه ديالو، ولكن مع سلطه المنتخب انها تبقى قائمه وتحترم اختصاصاتها، وبالتالي هذا المكتب خصو يخرج للوجود ويدافع على سلطه المنتخب وعلى حقه في تدبير الحر لمدينه الدار البيضاء. هذا من جهه، من جهه ثانيه الاخوان في المكتب التجؤوا للحل السهل، فمن يطلب منهم السيد الوالي مراجعه القيمه من 34 مليار 22 مليار، التجؤوا كالعاده للحل السهل هو الجيب المواطن، وقطعوا من وداروا اقتطاع، داروا اضافات في مجموعه من الضرائب اللي كتهم المواطن، والاحرى كان خصهم يقتطعوا من ميزانيه شركات المياه المحليه الدار البيضاء اللي كتاخذ نسبه كبيره من ميزانيه الدار البيضاء، واللي عندنا اختلاف معها كبير، وللاسف حنا كنشوفوا في الدوره مدراء ما كنشوفوهمش، ما كنعرفوش هذه الميزانيه فين تصرفات وكيفاش تصرفات، وبالتالي كان خاصنا نقتطعوا من هذه الميزانيه عوض ما التجؤوا لاضافه اقتطاعات اخرى من جيوب المواطنين. شكرا.